محاصرة بالثلوج والطرقات باتت شبه مقطوعة، والأهالي يستغيثوا من وطأة الثلج والبرد والفقر. نمشي للشأن السياسي ونستقبل اليوم حمادي جبالي رئيس الحكومة الانتقالية وفد من اتحاد البرلمان الدولي برئاسة السيد عبد الواحد الراضي، اللي أبدى انبهاره بنزاهة وشفافية الانتخابات اللي صارت في تونس وعرض المساعدات في هالمجال، واعتبر أنه البرلمان التونسي يلزم يستفيد من التجارب ذات الطراز الرفيع. اتقابل اليوم رئيس الحكومة الانتقالية حمادي جبالي برئيس البرلمان الدولي عبد الواحد الراضي والوفد متاعه، وأكد رئيس البرلمان الدولي من جهته أنه الاتحاد على استعداد لمساعدة تونس في بناء الديمقراطية وتمكينها من الخبرة والتجارب من أجل وضع دستور عصري وحداثي يتلائم والتحول الديمقراطي اللي شهدته البلاد. كما تعلمون هناك برلمانات موجودة في العالم منذ 300 سنة ومنذ 200 سنة ومئة سنة، لكن البرلمان التونسي اليوم هو في القرن 21، يجب أن يستفيد من كل التجارب ويكون له برلمان من النوع الحديث من الطراز الجديد. تمحور اللقاء اللي جمع اليوم حمادي جبالي رئيس الحكومة الانتقالية بوزير الخارجية البلجيكي حول دعم العلاقات بين البلدين من ناحية، ودعم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وبلدان المتوسط من ناحية أخرى، إلى جانب تطرقهم إلى الملف السوري. تحول اليوم لقصر الحكومة بالقصبة دي دي ريندال وزير الخارجية البلجيكي للقاء حمادي جبالي رئيس الحكومة الانتقالية. وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن الاتحاد الأوروبي عنده رغبة كبيرة لمساعدة تونس من خلال إقامة علاقات الشراكة، كما تناول الحوار زادة دول تونس في علاقة بدول الجوار وبلدان المتوسط. Se trouve aussi une revendication sociale économique importante qui a été au départ de la révolution ici en Tunisie. Et là aussi, que ce soit dans le cadre européen ou dans le cadre bilatéral, j'ai voulu confirmer notre volonté d'accompagner ce processus. Il y a des moyens qui peuvent être mobilisés, que ce soit au Fonds monétaire, dans l'Union européenne ou en bilatéral, sur des projets. Et en termes de voisinage, je dirais encore un élément que l'on souhaite pouvoir promouvoir à travers toute la région, c'est le commerce et l'activité économique dans tout le pourtour méditerranéen. Tunisie a l'avantage d'être entourée de voisins avec lesquels plus les frontières s'ouvriront, plus le développement économique pourra progresser. من جهة أخرى، تم خلال اللقاء هذا الحديث حول تطورات الملف السوري، خاصة وأن تونس باش تحتضن اجتماع أصدقاء سوريا نهاية الشهر الحالي. Le dossier syrien, il y a une vraie volonté dans l'Union européenne et en Belgique en particulier de s'appuyer sur des propositions de la Ligue arabe. La Ligue arabe qui vient de se réunir au Caire, normalement devrait avoir lieu la semaine prochaine à Tunis. Une réunion des amis de la Syrie. J'ai évidemment confirmé notre intérêt, non seulement belge, du Benelux, de l'Union européenne, à participer à cette démarche. ونفتتح مع بعضنا الصفحة الاقتصادية باللقاء اللي جمع اليوم وفد من رجال الأعمال السويديين، يقودهم كاتب الدولة السويدي المكلف بالتجارة، وكل من وزارة التجارة والصناعة والصناعات التقليدية ووزارة التجهيز ووزارة الصحة. خلال جلسة عمل جمعته اليوم جونار أوم كاتب الدولة السويدي المكلف بالتجارة ووفد من رجال الأعمال السويديين، أكد بشير الزعفوري الوزير المعتمد لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة والصناعات التقليدية على قيمة اللقاء هذا اللي يهدف خاصة تشجيع السويد على دعم الاستثمار في بلادنا وعلى تنمية الصادرات. احنا ماذا بينا نشجع الإكسبور للبلاد السويد اللي حتى التوا ماهوش معناها بصفة اللي فما تطور عام أكثر من عام ناول ب 48% أكثر من السنة الفارطة، ما يقعديما كقيمة مازلت نحب نطور القيمة متاعها. من جهته كاتب الدولة السويدي المكلف بالتجارة قال إنه باش يبحث مع الوفد اللي يرافقه سبل دعم علاقات التعاون الثنائي خاصة في المجال التجاري. هدفنا في المرحلة القادمة هو دفع عمليات الاستيراد والتصدير بين تونس والسويد، وسبب زيارتي هو التباحث في هذا الشأن ومضاعفة جهودنا في هذا المجال. الوفد السويدي كان له لقاء أيضا مع شهيد أفراج بوراوي كاتبة الدولة للإسكان
محور حول سبل دفع التعاون خاصة في مجال الطرقات السريعة ومحطات الاستخلاص، ومشاركة المقاولات السويدية في إنجاز مشاريع مستقبلية، ولا المشاركة في طلبات العروض الدولية اللي سيقع الإعلان عنها قريبا في المشاريع اللي تم إنجازها. تعاملنا مع المدرسة الفرنسية ما فيها بس نشوفوا تجارب أخرى ونشوفوا تكنولوجيا أخرى باش نحسنوا في النوعية متاع الاستخلاص في تونس. هذا وتوجهت البعثة السويدية كذلك لوزارة الصحة لإجراء جلسة عمل حول مجالات التعاون في القطاع الصحي. كمؤسسة سويدية من أهم القرارات اللي اتخذناها هو مساعدة تونس قدر المستطاع من خلال تقديم تكنولوجيات متطورة في القطاع الصحي باش يستفيد منها حوالي 50,000 شخص في المستشفيات التونسية. الوفد السويدي باش يلتقي غدوة بعدد من رجال الأعمال والوزراء والمسؤولين التونسيين من أجل مزيد تباحث فرص العمل الثنائي وتبادل الخبرات. استأنفت وحدة مجمع ليوني ماتر الشمالية المتخصصة في صناعة الكوابل نشاطها البارح وفق ما أكدوا المكلف بالأعلام لدى الشركة. وقال المكلف بالأعلام أنه الاجتماع الملتئم من نهار الأحد في سوسة برئيس المجمع ليوني تونيس محمد العربي رويس وممثلين عن المجتمع المدني والنقابة الأساسية لاتحاد عمال تونس أفضى إلى الاتفاق على ضرورة إعطاء الأولوية لمواصلة العمل، واتفقت الأطراف المجتمع أيضا على النظر في المطالب والإشكاليات العالقة لاحقا. ونفى المكلف بالأعلام من جهة أخرى نية مجمع ليوني الألماني غلق وحدة ماتر الشمالية أو تحويلها إلى مكان آخر، كما يذكر أن وحدة ماتر الشمالية اللي تشغل 2400 شخص أغلقت الجمعة اللي فاتت بسبب تكرر الاعتصامات اللي نفذتها نقابة اتحاد عمال تونس فضلا عن الإضرابات العشوائية. وزارة التجهيز توحد جهودها مع المجتمع المدني لإيجاد حلول المساكن البدائية، إلى جانب الإعلان عن انطلاق مشاريع البنية التحتية لإيجاد حلول جذرية للمناطق ذات الأولوية. أقرت وزارة التجهيز جملة من المشاريع أهمها إنجاز الجسور وتهيئة السلامة المرورية والمسالك الريفية والنظر في شبكة الطرقات السيارة وتمديد طريق السيارة صفاقس جابس وطريق السيارة جابس راس جدير وطريق الرابط بين واد الزرقاء وبوسالم والجزء الرابط بين بوسالم والحدود الجزائرية، وبالجزء هذا يتم الرابط بين تونس وليبيا وتونس والجزائر، إلى جانب إعادة تهيئة البنية التحتية للأحياء الشعبية لحمايتها من الفيضانات. طريق السيارة المغربية هي طريق سيارة تربط الحدود التونسية الجزائرية في الشمال الغربي بالحدود التونسية الليبية في الجنوب الشرقي، تمتد على 800 كيلومتر، حاليا 40% بصد الاستغلال اللي هما 360 كيلومتر، عندنا 20% بصد الإنجاز اللي هو يخص جزء صفاقس جابس، وال 40% مش يتم إنجازهم من تو حتى إن شاء الله سنة 2018-2019 نجم نقول يولي الرب التام. وفي هذا الإطار التزمت وزارة التجهيز بالتعجيل في تعويض الحالات المتأكدة من المساكن البدائية، وبعث لجان جهوية مهمتها إجراء تدقيق ميداني فني واجتماعي وتشخيص الحالات الاجتماعية وتهذيب الأحياء الشعبية، وهذا بمساعدة المجتمع المدني كأول تحرك مشترك بينهم في المجال هذا. أول مرة باش يقع تشريك المجتمع المدني، حتى تبارك الله ولا ناشط وفما جمعيات وشباب يعاونونا في الاحصائيات في تحسيس المواطنين. راحنا معملين على الاعلام راهو باش يرجع الثقه بين الاداره وبين الشعب. الحكومه وحدها راهي ماش باش تعمل، راهي يد وحدها ما تصفقش. احنا عندنا هاو برنامج اولي والاعتمادات سيدي قرقشناه، انا نقول لكم قرقشناه باش نبداو. جملة من المشاريع والقرارات والإنجازات تم ضبطها من طرف الحكومة، جزء منها بصدد الإنجاز والبقية تأتي. وزارات ومجتمع مدني تشترك في تحقيقها، هذا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. تباحث سبل دعم الاستثمار الإماراتي في تونس، أفاق التعاون الثنائي وبعث المشاريع كانت أهم محاور السيد رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي بوفد إماراتي يقود محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية. أكد رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي على حرص تونس على مزيد دعم تعاونها وعلاقتها مع محيطها الطبيعي العربي الإسلامي. جاء هذا على هامش جلسة عمل جمعته البارح بوفد إماراتي على رأس سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية. مصافحة أولى وقع فيه التعبير على نوايا الإخوة في الإمارات على الوقوف جانب تونس في المرحلة التي تمر بها، وهنالك استعداد كبير للتعاون خاصة في المجال المالي وفي مجال
إنساني. من جهته مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية قال إنه حريص على توسيع مجالات التعاون مع تونس في المستقبل، وأشار إنه محادثاته مع وزير الاستثمار التونسي تناولت ثلاث جوانب أساسية. وصلنا رسالة من أعلى مستوى من دولة الإمارات بأننا على تم الاستعداد للنظر في المشاريع التنموية اللي بحاجة إلى التمويل. تحدثنا أيضا مع معالي الوزير عن المشاريع الاستثمارية اللي ممكن تؤدي إلى خلق فرص عمل يستفيد منها الشباب التونسي. أيضا كانت معنا مؤسسات خيرية إنسانية من كالهلال الأحمر ومؤسسة خليفة الخيرية، راح تقوم بالنظر في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والإنساني. ومن بين الحاضرين ضمن الوفد الإماراتي محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة الخيرية، اللي كان له لقاء أيضا مع رفيق عبد السلام وزير الخارجية، واللي أكد استعداد المؤسسة الإماراتية لدعم قطاع التعليم والصحة في تونس. تمت مناقشة إمكانية دراسة تنفيذ بعض المشاريع الصحية والتعليمية، وأيضا ممكن تم دراسة إمكانية تنفيذ بعض المشاريع